بهدف إبراز الإرث التاريخي والحضاري لليمن ورفض كل مشاريع الجهوية والسلالية. أقيم في محافظة تعز الحفل الأول لمهرجان يوم الوعل والهوية اليمنية الذي نظمه مكتب الثقافة بالمحافظة ومنتدى معد كرب القومي. مزيد من التفاصيل في سياق التقرير الذي أعدته زميلنا عايم خالد. يمن الشموخ ومطلع الفجر بصباح يوم خالد الذكري. الهوية الوطنية وطمس معالمها من ميليشيا الانقلاب الحوثي أثارت الحمية اليمنية الأصيلة، فكانت تعز بمقدمة الركب الكبير من محافظات الجمهورية، تؤكد وبشكل فعلي من خلال مكتب الثقافة ومنتدى معد كرب القومي في العيد الأول لمهرجان الوعلي والهوية الوطنية. فكانت مظاهر العيد في الأزياء الشعبية اليمنية المختلفة تزين بها النساء والرجال والأطفال في أبهى حلتها. مع وجود الركن المتميز بالأزياء ومحاكاة الماضي بأروع صوره في أنماط الهوية الوطنية القومية المحفورة في عراقة التاريخ اليمني، كرسالة يتفنن بها أبناء تعز لرفض السلالية الدخيلة على اليمن وأبناء اليمن قاطبة. اليوم نحتفي بيوم الوعل، تحتفي به كل اليمن وتعز على وجه الخصوص بحفل كرنفالي فني نستعرض به الهوية اليمنية تزامنا مع ما أطلقه ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي رفضا للمشاريع القهوية والسلالية. أيضا الأقيال ويوم الوعل هذا احتفاء بالقومية اليمنية المتكثرة في نفوسنا والتي تعني لنا الهوية والارتباط والانتماء لليمن وللمجد والحضارة بعيدا عن المشاريع القهوية والسلالية. أما تكريم الإعلامي أنس الحاج الذي يسهم بشكل كبير في نقل صورة تعز بأحسن حلتها ورونقها الحقيقي بدون أي رتوش، أكد مكتب الثقافة بأنه جزء من ثقافة تعز وملامسة كل ما يجري في تعز من معاناة وفرح وكفاح أهلها البسطاء والإعلاميين الذين ينقلون بصدق الحياة بتفاصيلها. سعيد اليوم بهذا التكريم الذي تكفلت به محافظة تعز، مع أنه تكريم جميل جدا أن يشجعوا هذه المواهب ويكرموها. شكرا للجميع وشكرا لكم كثيرا. لا يخفى على الجميع أن اليمن ومدينة تعز خاصة فيها حرب شاملة، هناك أماكن فيها دمار وفي مناطق ذو جمالية لم يتم نقل الصورة، أحيانا تنقل عن تعز صورة سيئة بسبب الحرب، بسبب أنها أصبحت مدينة مليئة بالحروب. حبينا أن ننقل الصورة الجمالية عن مدينة تعز بعدستها. من ينكر الهوية اليمنية يعني ينكر المرأة اليمنية المتقدرة في أرض التاريخ، وخصوصا بلقيس وأروى والوطن العربي يشهد بذلك. معايم خالد، قناة عدن الفضائية.